تدشن الأسرة التعليمية بالقطب التكنولوجي بصفاقس المدرسة العليا الدولية الخاصة للتكنولوجيا، وقد وقع تأسيسها من قبل جامعيين وصناعيين ذوي صيت على المستويين الوطني والعالمي. مؤسسة اللي هي ترتكز على علاقة بين أساتذة جامعيين اللي هم خريجي الجامعات الشمال أمريكية وصناعيين ورجال أعمال ومهنيين من جهة صفاقس ومن تونس بصفة عامة. أطراف معنا ثم علاقات مؤسستية اللي هي مع جامعات من أمريكا الشمالية، من كندا ومن الولايات المتحدة، وعلاقات مع جامعات من أوروبا ومن حتى من أفريقيا. هي ليست مجرد مؤسسة أكاديمية، بل هي بوابة نحو النظام التربوي الشمال الأمريكي، هدفه الأساسي توفير مناخ ملائم للطلبة وتكوين تطبيقي أساسه نظام بيداغوجي مندمج في تناغم تام مع الحاجيات المهنية ومتطلبات سوق الشغل. عندنا الاي اس بي الانستيتيو اوف بزنس سكول، وعندنا الاي تي اللي هي ديجا مرتكزة منذ السنة الفارطة. دونك فعليا فما مشاريع، فما معناها مستثمرين اللي يعتبروا هذوما حرفاء عندنا احنا، ويعتبروا معناها شركات منتصبه في الفضاءات نتاع القطب التكنولوجي، لكن هذه البدايه، والهدف نتاعنا هو التكثير معناها الى ملتيبليكاسيون معناها نتاع اكبر عدد ممكن من مستثمرين خاصه اجانب. ان شاء الله نتجاوزوا الازمه والكونجونكتور الظروف الحاليه اللي فيها شويه صعوبات، لكن في المستقبل عندنا برنامج كامل نتاع تسويق نتاع معناها الترويج، باش نحاولوا نقنعوا المستثمر الاجنبي بالفرص الاستثماريه الموجوده في صفاقس خصوصا. لقي هذا المشروع ترحيبا من الطلبة الذين اعتبروه مكسبا علميا يساهم في تنمية قطاع التعليم في تونس وتطوير الاقتصاد الوطني. هذا عنده معناتها انعكاس من بعد نورمالمون في الامبوش على الحياة المهنية على الاقتصاد التونسي، عنده برشا ديزافونتاج معناتها. فكرة طيبة ياسر، سيرتو احنا يعني في تونس فما هيك الهوة الكبيرة بين الصناعي والتعليم. احنا التجربة هذه عام سنة الحق يعني هذه لقينا فيها صعوبة بالنسبة للطالب التونسي، كيفاش نوقفوا بين النظام التونسي متاعنا احنا وندخلوا ونزيدوا نحسنوه بالنظام هذا الشمال الامريكي، خاصة في ناحية اللغة الانجليزية اللي هي تو كيما قلت لك الصناعي ولا يطلب برشا ويحب برشا اللغة الانجليزية. فورماسيون معناتها اسوري توتالمون اون انجلي باللغة الانجليزية، مش موجود في صفاقس من قبل البرامج هذه الجامعيه، ولذلك ان شاء الله نتصور تكون فيها حظوظ عند طرف الطلبه. حاجه معناتها جديده اللي فيها البي بي اي باشلور اوف بزنس ادمنستريشن، هذه اللي يقراوها على 3 سنين والقرايه نتاعها معناها كلها بالانجلي، واحنا في حاجه الى هذا النوع من هذا النوع معناتها من البرامج باش يدخلوا لنا حاجات جدد في ليسبري نتاع لي ستوديون. معناتها سي ديفيرون، معناتها هذا مختلف على بارابور لي ليسونس، معناتها الاجازه اللي نقراو فيها في الاي اتش او سي ولا في الفسيك ولا في الكوميرس، معناتها كيف تقرا هذه الاجازه منك انت او ميم طون تقرا او ميم طون البراتيك معناتها التطبيق. ويتضمن برنامج هذا المعهد العديد من الاختصاصات على مستوى التكوين، حيث تتمثل تخصصاته في الهندسة الصناعية والهندسة الإعلامية والتسويق والمالية الإسلامية وغيرها كثير. كما أن هذا المعهد لن يكون مقتصرا على تدريس طلبة تونس، بل ستكون فيه الفرصة للجميع من كل أنحاء العالم. في البرنامج متاعنا الجامعة ماهيش باش تقتصر كان على طلبة تونس، مي عندنا برنامج باش نوسع المجال كبير على اسس باش نعملوا علاقات مع طلبه جايين من خارج تونس واكثريتها من افريقيا. هو الاختصاصات علاش معناتها كيما نقولوا الافونتاج اللي باش نخدموا احنا على الجامعات اللي خارج تونس، هما الاختصاصات اللي موجودين في الجامعه هذه موازيين للاختصاصات اللي موجودين في الجامعات الافريقيه. التكوين فيها معناها يشمل الاجازات، معناها مثلا باشلر اوف بزنس ادمنستريشن معناها هو تكوين بالانجليزيه بالنسبه لحاملي البكالوريا، معناها يدوم 3 سنوات، معناها هذه يتسمى
أولى من نوعها في صفاقس والجهة بصفة عامة. اختارت المدرسة العليا الدولية الخاصة للتكنولوجيا موقعها في قلب القطب التكنولوجي بصفاقس الذي يعد المتنفس الاقتصادي والعلمي وفضاء مستقبل الأجيال. وثم تكوين في الماجستير اللي هو في المحاسبة والتدقيق والمالية الإسلامية والهندسة المالية في إدارة الأعمال بصفة عامة. الواقع هو أهم حاجة أنه هنا فضاء هو فضاء المستقبل، معناه القطب التكنولوجي، فضاء اللي هو فيه التجديد بصفة عامة بكل أنواعه، معناها عدة مؤسسات جامعية معناها مش تستقر إن شاء الله في المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس والمعهد الإلكترونيك والمعهد الملتي ميديا، معناها بحيث هنا ثم حركية جامعية معناها مش تكون إن شاء الله في القطب التكنولوجي بصفاقس، وهيك الشيء اللي شجعنا للانتصاب في القطب التكنولوجي بصفاقس. ولادة هذا المشروع العلمي الاقتصادي هدفه الأساسي تطوير كفاءات جديدة تفيد الطالب في المستقبل وتنمية الفكر النقدي المبدع.